مثل ما تشوفون إذا تسمعون الطلقات. وسط العاصمة بغداد على سريع محمد القاسم. سريع محمد القاسم مكافحة الشغب. تطلق القنابل اليدوية المسيلة للدموع وتطلق العيارات النارية على المواطنين. كل من يقول لكم هذه الطلقات خلب فهو كاذب. نحن اليوم هنا متواجدين في هذه الساحة مع المتظاهرين. حتى الآن أكثر من 10 شهداء ذهبوا ضحية للإطلاقات العيارات النارية التي أطلقتها مكافحة الشغب. اليوم هذه صوت إطلاقات العيارات النارية. هذا هو بلدي الذي يريدون أن نعيش به في سلام. هذا هو العيارات النارية والدخان المسير للدموع.